راشد محمد العميري من مواليد منطقة جليب الشيوخ في عام 1946 درس المرحلة الابتدائية في منطقة الفروانية وأنهى المرحلة الثانوية في ثانوية شويخ حصل على بكالوريوس طب وجراحة عام 1972 من جامعة الإسكندرية وحصل على ماجستير جراحة من جامعة أدنبرا من اسكتلندا في بريطانيا عام 1977 عمل كطبيب جراح في المستشفى الأميري القديم ثم مستشفى الفروانية وانتقل بعدها للعمل الإداري كرئيس قسم الخدمات الطبية في وزارة الصحة وفي عام 1986 انتقل للعمل مديراً للخدمات الطبية في المستشفى العسكري في وزارة الدفاع في عام 1992 عاد إلى وزارة الصحة للعمل مديراً للمستشفى الأمير الجديد الدكتور راشد محمد العميري يعمل الان مديرا لاحد المراكز الطبيه الخاصه في دوله الكويت المشاهد اهلا بك في لقاء جديد وحلقه جديده من برنامج رجال من الكويت. اليوم في هذه الحلقه ضيفي هو الدكتور راشد محمد العبيد دكتور حياك الله معانا ونحن سعداء بهذا اللقاء. حياكم الله وسعه المباركه بدايه جرت العاده ان احنا نبدا البرنامج اين كانت الولاده وايضا المراحل الدراسيه الاولى. طال عمرك انا نشاتي طفولتي كانت جلب الشيوخ و تعرفين كانت جلب الشيوخ بدايتها كانت فيها عوائل كويتية كريمة يعني على سبيل المثل مثلا كانت فيها عائلة السميران عائلة الركيبي عائلة الرندي عائلة الطاحوس عائلة الخالد العنزي عائلة الخباز انت عارفه كلها عائلات كلها كويتية العائلات كويتية اي والله و وكانت عائلة المكمخ آه، كلها عوائل كانت على أساس و... متخ... يعني و... خليطة بس كانت جميلة في ذاك نعم. الأيام يعني ونعم في الكل بداية الدراسة هل درست في جليب الشوف ايه؟ لا درسنا طال عمرك كانت فيه درسنا بالابتدائية كانت بالفروانية فرواني. عبارة عن بيت عربي ايه؟ عن كانت عن بيت عربي وتدرجنا فيها خلصنا بعدين انتقلنا للمرحله المتوسطه اللي هالحين هي على طريق المطار لا تزال موجوده موجوده لا تزال موجوده ايه. ايه. زين فوعقب طبعا يعني انتقلت الثانويه اي سنة انتقلت الثانويه الثانويه كانت ب 62 ايه. وما ادري بس لازم اذكر الشيء هذا آه طبعا ما ادري اللي حصل ان انا الوحيد اللي كنت انا من جلب الشيوخ راح للثانويه زين وهذا يعني على مشكله بالتوصيل هل, كان هل هذا كان تميز في الدراسة أم هم راحوا زملائك؟ والله طال عمرك لا والله ما أعتقد أنه تميز هو عبارة عن أنه تعرفين ذاك الوقت من تخلص المتوسطة تبي تشتغل والظروف كانت إيه؟ يعني لا وتوزعون حتى في إيه؟ المدارس يعني ممكن يمكن فيمكن واحد بعدين راح اللي هو زيد صقر الأشرم اللي هو يمكن راح هندسة الطيران نعم. الباقيين كلهم اشتغلوا ومسكوا مالهم بالزواج <applause> <applause> هذه اول لان لا والغالبيه يعني اشتغلوا في هذه المراحل نعم. وردوا بعدين يكملون الدراسه اللي يدرس مسائي أه واللي صحيح. كمل ولا هذا أه أه يعني أه اعتقد جيل هالمرحله هم هذه النوعية من الناس اللي درسوا وتزوجوا واشتغلوا وبعدين كملوا يعني الكويت قامت على هذه الفئة من من الشباب الظروف خالد كانت صعبة بذاك الوقت نعم يعني صح. كانوا والناس ما كانت يعني المجتمع ما كان معطي انتباه واهتمام كثير ترى بالتعليم يا دوب الابتدائية المتوسطة أقول شو بتسوي يعني حتى لو درست بتشتغل صح ولا ف... الانتقال لثانوية الشويخ كانت تعرفين كانت ثانويتين ثانوية الشويخ وثانوية كيفان كيفان نعم ايه. ف... هل دخلت كيفان قصدي عفوا شويخ. شويخ داخلي داخلي نعم ايه. كنت ف يعني اه... تذكر مع... ال... ايه نعم. تذكر البيت رقم كم اللي كنت فيه لان كانت ارقام كانت 10 بعدين 11 أي. زين فاللي اه... حاصل انه اول اسبوعين من دخول الثانويه ايه. آه، غير صفوفنا كنا داخلين عادي كل واحد بصفه هذا بعدين جمعونا كلنا على اللي جايبين مجموع عليه أي. وراحوا حطونا في صف واحد اسمه طه آه. اولى طه تعرف على اساس انه كانوا ذاك الوقت يبي يجربون علينا مناهج اكثر من اللي 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 كانوا موجودين معاي الله يرحم منهم الحي والميت كان الدكتور احمد بشاره. مم. كان الدكتور مم. عبد الرحمن سميط. كان الدكتور محمد سالم العياد. زين كان هشام العتيبي، الدكتور هشام العتيبي. آه كان جاسم منصور، كان آه فؤاد الرفاعي. مم. زين كان ابراهيم الشاهين. زين ف كانت هذه المجموعه اللي احنا حطونا أبطاء وابتدوا من قراده حظنا انتو انتم كنتوا المتفوقين كم كان مجاميعكم ذاك الوقت التفوق؟ والله شوفي الواحد ما والله انا كنت في الثمانينات بس كانوا يقبلون اقل من شنو كانوا بالسبعينات ثمانينات بس احنا كلنا متفاوتين يعني إيه. في ناس اعتقد كانوا اكثر كانوا اقل بس انا بهالحدود هذه آه. كانت 76 80. كنت علمي طبعا كنت علمي إيه؟ ف مرحله الثانويه اعتقد في هالاثناء كان يعني مطالبات عبد نعم. الكريم قاسم هذه كانت طال عمرك اول سنه ايه؟ اول سنه تونا ما رحنا اللي كانت بالصيف ام. وتونا ما دخلنا الثانويه كانت بشهر تسعه فاذكر كنا نجي من جلب الشيوخ بالتاكسي نروح نتدرب لانه كانوا يدربوننا على السلاح, على السلاح. في مدرسه المثنى المثنى اللي بشارع الجهرة اللي الحين على اساس آه نعم كانت نعم. والله اذكر كانوا على اساس انه بالبنادق هذيك اللي مم. اللي ما شلون صايره بعدين يا ابو سالم عطنا سلاح عطنا سلاح بس كانت الهبه كلها وبالعكس انا اعتقد هذه كانت كانت يعني ده وطني جميل ان العالم كلهم مو بس الجيش كانت كل الناس اللي اللي انت عارفها. لهم وضع معين اجتماعي معين جمعوهم وخلوهم انت عارف ايه صحيح لا هي يعني دلوقتي. اذكت الشعور الوطني نعم, نعم. لدى المواطن نعم. لدى الشاب نعم. لدى الصغير نعم. من وقتها واحنا يعني نعم. دائما الشعب الكويتي هو في وجه كل نعم. الاحداث اللي نعم. تصير ويعني دائما أبدا هو همته آه. تجاه هذا الوطن آه. وهم بالدرجة الأولى الحفاظ على هذا صحيح. الوطن صحيح. آه دكتور استمريت أي سنة خلصت الثانوية العامة لو سمحتي لي آه الثانوية صراحة كانت نقطة تحول كبيرة ليش لأن دخلت الكشافة في وقتها الكشافة م. البرية م. وكان معاي الشهيد مبارك النوت يرحمه. الله يرحمه وكان في بطليعتي نفسها الدكتور عبد الرحمن الصميد الله يرحمه مم. وكان معي عدنان المير مم. كان رئيس الفرقة ملتنا عيسى الشاهين يعني الله يذكرهم بالخير كلهم يرحم منهم الميت الحي فهذه أعطتنا نوع من تعرفة الحماس وكنا نطلع كش يعني كشتات بري كل خميس وجمعه وكانوا تعرفين ان الكشافه كانت فعلا تصحى كان اعتقد يعني الكشاف الله يرحمه حسن علي حسن كان ايه. هو كان رئيس الكشافة رئيس ايه. الكشاف. ايه. كان كان ايه. النشمي وكان كان. هالمجموعات كلها صحيح صحيح هذول ايه. اللي كانوا فعلا يعني اغرسوا فينا اشياء حلوه يعني مثل ما تقولين سامر السيار و... صحيح <applause> كان بعد ناظر المدرسه الله يرحمه الدكتور المطوع سليمان المطوع سليمان المطوع الله يرحمه فالحاجه الثانيه الهوايه الثانيه اللي كنت ترى اركض مسافات طويله اي <applause> كان عندك لياقه يعني كنا نركض الماراثون الماراثون ما اعتقد كنا نسوي الماراثون من شارع الجهره لحد الثانويه يعني أي. فكنت حقق نتائج والله زينه بس مو الاول طبعا شباب <تصفيق> <تصفيق> ولازم شباب دكتور يعطيك الصحه والعافيه مشكوره قلت لي بعد هذه المرحله ش... يعني الكش... هل اشغلك الكشافه اشغلتك عن الدراسه مثلا؟ كانت داخلي نظام حلو. ايه يعني كان كان فيها ضبط وربط فيها ضبط وربط وكنا يعني الساعه 10 يطفون الليتات بالليل. زين إيه. الصبح لازم لازم تقوم ما دروس خصوصيه ماكو استعانه ما ما مدرس آه ما ما اقول يعني ما ادري وكنا يعني مركزين صدق انه كانت لنا هواياتنا وشغله وكانت الخميس بس آه كنا آه ما ادري آه ما ذاك انت عارفه الارتخاء في الامور هذه كلها يعني وكان اعتقد يعطونكم بعد الظهر الحصص خارجيه ايضا او تقويه او شيء في نفس المدرسة. كانت. كانت كانت ونفس الشيء كان مدرسيننا واذكر كانوا وكانوا يسوون دورات انا اذكر كانوا شنو كانوا يسوون مثل مسابقات في الانجليزي انا كنت زين بالانجليزي و سنويا منو كان اللي ياخذ الجائزه الاولى؟ كان الله يرحمه الدكتور احمد بشاره. زين انا كنت اخذ الثانيه فزعلان والله قعدت اربع سنوات ازعل الله يرحمه كله لازم لازم اخذ الثانيه لانه كان يروح في بالصيف يروح لندن وياخذ تقويه وذس هذا مو عادل مو عادل مو عادل الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله يسكنه الجنه متى بدات تفكر انك تروح تدرس الطب؟ يعني اثناء الدراسه الثانويه ولا كانت مهم كانت م... والله كانت يعني منيتي اني اكون طياره اقول لك شي طيارة اي مال الجيش, الجيش والطيران وهذا بس اللي حصل ان واحد من اخواني قال لي ها قلت له بروح طيران ومجموعي زين يعني مشان يقول زين انت مجموعك زين الحين وتروح الطيران تعرف العسكريه هو كان بالعسكريه مم. قال ولو العسكريه لاي شيء معين لا سمح الله يصير في حادث يصير في شيء في كذا بسرعه واخرونك مم. انت اخذ لك مهنه انك تكون تستمر فيها مده اطول حتى حتى باي مكان اي والله فعلًا هذه كانت نصيحه صراحه قيمة بذاك الوقت لان تسألني لما سن 16 زين مم. الحاجه الثانيه اللي صراحه بعد يمكن مثل ما قلت لك انا صقلتنا ان في لما كنا بالكشافه 63 فيختارون من الكشافه ناس تروح للمعسكر العالمي تلاقي انه مكان معين ذيك السنه كان المعسكر في اليونان فبس بس اخذوا ناس ثانيين ما اخذونا فايش سوي اتفقت انا مع مبارك النوت الله يرحمه مع الدكتور عبد الرحمن الصميط مع عدنان المير مع واحد من رابع اسمه علي حاجي كنا احنا نبي نروح له وفعلا طلعنا من الكويت درين كم كانت حطتنا 60 دينار كل واحد شهرين وعشرة ايام طلعنا من الكويت م. على العراق م. على سوريا سوريا اللبنة. على قطار الشرق وعلى عندك اقول إيه. لا, لا. وعلى انت عارف الدك إيه. على يعني على سطح إيه. الباخره لحد الاسكندريه إيه. والقاهره وبعدين رحنا ليبيا إيه. وبعدين جي رحنا تونس تونس كان أه استاذنا الفاضل فاضل يعني محل محل وزير لا كان الدكتور أه عبد الله بشاره عبد الله بشاره كان عبد الله بشاره بتونس ب 63 إيه. حتى عزمنا على الغداء إيه. وعطانا وتقصنا تذكرة الباخرة, الباخرة. من تونس لحد شو نابولي اي أيوة والله وكنا خمستنا اي أيوة والله ما شاء الله اي والله الله الله يلا يذكره بالخير ومن من يعني هذه يعني الرحلات كانت مأمونة الآن هل يجرأ أحد يمشي هذه الرحلة؟ في ظل هالمتغيرات وال... والله يا مخالد ذاك الوقت شوفي خلينا نقول تصدقين لحد الان عندي شهاده مطلعينها آه. من وزاره السياحه من قسم السياحه عندنا وزاره ما ادري كانت فيها صورتك وكاتبينها بالعربي وبالانجليزي آه. زين انك حق بيوت الشباب آه. وهذا اللي حصل لنا فعلا لما رحنا لاوروبا بيوت الشباب تدري متطوره في هذا فاقول لك و... وطلعنا من ايطاليا ليوغسلافيا ومن يوغسلافيا لليونان قبل الافتتاح بيوم احنا عندهم رميلة. وصلتوهم ربعكم إيه <applause> اي والله فهذه اقول لك عاد الله ينفعنا ستة 16 سنه إيه لا لا كان وكان كان. يعني التكاليف بسيطه إيه. الخطوط مامونه والواحد صحيح. يعني إيه صحيح. عنده شجاعته آه. ويشجعونك ربعك اللي معك إيه دكتور نتوقف في استراحه قصيره أوكي. عزيز المشاهد ثم عوده الى الحديث مع الدكتور راشد محمد العميري استراحه قصيره عزيزي المشاهد عودة مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور راشد محمد العميل دكتور بعد أن حصلت على الثانوية العامة ذهبت لدراسة الطب بجامعة الإسكندرية عام 65 نعم كيف تصف لنا هذه المرحلة مرحلة الدراسة دراسة الطب هي أول شيء كانت كلية العلوم لمدة سنة وبعدين انت على سنة فضل نعم. فاا كنت من ضمن مجموعه يعني الدكتور محمد سالم العياد، الدكتور سعيد العثمان يرحمه، الدكتور عبد الرزاق البحر زين فكنا مجموعه احنا كان رابطه الاسكندريه كلها 150 تقريبا كنا حوالي 150 يعني فتدرجنا فيها الحدث اللي كان فيها اللي هو كان سنه 67 لما الحرب. أه حرب, حرب الأيام سبعة الست وستين واستقالة الرئيس جمال عبد الناصر نعم. وطبعا كانت صدمة للجميع وطلعنا مظاهرات معط... لأن الطلبة وتونا آه. وسن صغير ومظاهرات لازم تودونا نحارب آه. لازم تودونا نحارب وين <applause> فجو الأخوة المصريين تعرف قالوا أوكي أوكي إحنا تدربين <applause> اي <applause> والله انتم لا الحين خلونا ندربكم الحين زين تعرفين عشان يمتصون هالفوره الشبابيه فوالله <تصح> واخذونا المدارس قعدنا فيها وعطونا بعدين قالوا اول شيء تروح تبرع الدم فاللي تبرع الدم يعني مثل ما تقولين هالطاقه هذه تبي حتى عندنا واحد الله يذكره بالخير كان ضئيل الجسم وظيف و... ولما رحنا راح ويانا يعني حق الدم ف آه السستر <applause> استرجعت جف... <applause> غزه غزه مرتين ثلاث <applause> ماكو دم تقول انت تبي دم <applause> ايش جايبك انت؟ المهم هذه هي على اساس انه من النهار. المهم على اساس فكملنا كانت في مجموعه دائما حلوه كان كان معنا الدكتور رشيد الحمد بس كانوا سابقيننا في كان الصلاح العتيجي الله يرحمه كان وكان خالد الصانع وكان صالح العمر وكان بدر مديرس وكان بدر بدر البخيزيم كلهم كانوا على سلام وكانت كانت الاسكندريه اهدى بذاك الوقت طبعا. يعني مواصلاتها اهدى، الناس اهدى، الامان اكثر، الرخص رخيصه كانت ف واعتقد كان معاش الطالب 37 جنيه صح كان 37 جنيه اذا ف... انا كنت في القاهره صح. في دورة الاذاعه عدل كان 37 <applause> جنيه وتكفينا وزياده اي والله و... 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 من ونجر منها شقه ونحل ماكلتنا ولا كان كان ملحقنا الثقافي عبد الله حبيب أي. وبعدين كان رشيد الحصان يعني كلهم في القاهره سافن... كان الله يرحمه عبد الله الرومي إذن. عدل. اي, أي. ف... فهذه اللي كانت على الفرق كانت طبعا فيها نشاطات كثيرة لكن كنا تعرفين الطب ما يترك لك وقت نعم. أنك أنت يعني لأشياء تتفرغ لأشياء لازم تتفرغ فيه فقضينا على المرحلة هذه وحتى بالسنة اللي احنا نسميها التدريب اللي هي النهائية من ضمنها لازم تقضي سنة خارج اسكندرية ثلاثة أشهر خارج اسكندرية م. و اذكر ان ودونا مكان اسمه العامري 40 كيلو أيه. على طريق ال. طريق اسكندريه أيوة. يعني كان مستشفى مركزي نشتغل كل شيء يعني تونا بعد يعني اعتقد سنة, سنة, سنه الامتياز سنه نعم. الامتياز نعم. فخلصناها كنت انا مع الدكتور خالد عياش كان دكتور معروف هنا أه. والله هذا اللي حصل في في رجعت في رجعت 72 الى الكويت واشتغلت في المستشفى الاميري نعم كان طبعا ذاك الوقت ما في هذه التوسعه الموجوده الان والاقسام نعم. الكثيرة الامير القديم كثيره نعم. كان الامير القديم طبعا نعم. فاشتغلت سنه بالباطنيه مم. كان ايامها مع الدكتور شنو تخصصك كان دكتور؟ كنت الباطنيه اول شيء أيه. احنا انت عارف فقعدت سنه بالباطنيه بس ما حبيت الباطنيه مع انه كان في دكاتره فاضل صراحه علمونا كان الدكتور احمد الغمراوي، كان أيه. الدكتور ابو الشوك ر... ابو وبشو الشوك محمد ابو الشوك، كان الدكتور عبد الرؤوف لولو، نعم. كان الدكتور صالح، كان سعد زغلول ف... يعني دكاتره فاضل صراحه وما قصروا علمونا يعني بس شنو؟ ما حبيت ال... الباطنيه لان الباطنيه دائما المريض يجيك ويروح يجيك ويروح يجيك, يجيك, يجيك فرحت الجراحه. جراحة كان سابقنا الدكتور هلال السعير وكان سابقنا الدكتور نائل النقيب كان موجود نعم. بس كان الدكتور جاكوب اومن الدكتور حسن العواضي دكتور سامي امان سامي خليفه و احمد ابو جبل الدكتور احمد ابو جبل فهذول صراحه حبيت الجراحه لانهم يعني انا ما ابي افضل الجراحين عن غيرهم، انا جراح اصلا يعني <applause> بس غير فيها مشوقه ودائما تمر عليك حالات وفيها يعني نتائج ملموسه على طول. أي. يعني, يعني النتيجه تسوي جراحه صح. يطيب المريض صح تنتهي لكن الامراض الباطنيه يستمر صح. المراجعات إيه نعم, نعم. فهذا كان اللي حببني بالجراحه وصراحه يعني على اساس انه اشتغلت فيه بس السنه هذه عقبها عاد طلعت علشان ماجستير الجراحه في الجراحه بس اعتقد في الفتره كان انشات اربع مستشفيات من ضمنها مستشفى الفروع طال عمرك هذا احنا نتكلم عن احنا نتكلم الحين عن ال 74 ال 75 بس اعتقد مستشفى الفروانيه كانت تم... في 70 السب... كانوا... سبعين... سبعين... واحد لا سبعين. واحد وثمانين واحد وثمانين. ايه؟ اه انا اتكلم عن ان الامير القديم قبل لا يهدون ايه؟ خمسة ايه؟ انا طلعت علشان الماجستير مع الجراحة في ادنبرة في اسكتلندا. رديت عاد اخذتها 75 رديت 77 اخذتها رديت عاد وكملت الشغل كانوا زملائي طبعا الدكتور احمد الشرهاص صباح الحديدي زين و كانوا مع الدكتور سامي اصفر كان هو الرجسترار رجعت للاميري يعني. رجعت للاميري نعم بال 77. بس رجعت لهم جراح. رجعت جراح على اساس اني ماخذ الماجستير نعم. واني الحين بوضع وظيفي افضل يعني. فهذه الفتره هذه الله يذكره كان الدكتور سامي اصفر كان هو اللي رئيس علينا لانه متقدم علينا. من الناس الافاضل من الناس الجيدين من الناس اللي, اللي فعلا اعطى المهنه يعني حقها جزاه الله خير. ما من غير طبعا نقص بالدكاتره الثانيين. طبعا كلهم ف بعدها بس في حادثه اذا سمحتي لي ابي اتكلم فيها تفضل كنت بالخفاره انا يوم الاربعاء قبل كل الخفاره ثاني يوم ثالث يوم ماكو شيء يعني ما كان الاميري والصباح وتنشل عليك الحالات فماكو ما ما ننام بالخفرات اصلا لانه يعني يا دوب احنا كل اثنين ف اللي حصل فجاني يوم الاربعاء واحد شاب يشتغل بالنفط شكله يعني ذا وانت عارفه ماسك بطنه قاعد يمشي شوي شوي دخل ها شافوا الحوادث الزهلي انا العساس اللي كنت انا رئيس الكراسي موجودين كان الاكتنج سنير ريجسترار يسمونه المسجل الاول فحصته قلت له انت عندك زايده لازم عمليه قال لي والله ادري اني إن يعني عندي زاد يا دكتور قلت له شلون؟ قال لي والله ادري من يومين ادري قلت له وعده. عشان يقول ما اقدر اسويها انا وياك بس ما اقدر اسويها قلت شنو؟ ليش قول ليش؟ ليش؟ قال ما اقدر قلت له ليش؟ عشان يقول دكتور عرسي باكر زود تعبس وانت مريض ما يصير <applause> و... وعزمت عزمت ربعنا والرجال اللي قبل تدرين هذا إيه؟ وعزمتهم وقلت لهم والله على قطع رقبتي ما اقدر قلت له شلون؟ تبغى تنفجر قال خلها تنفجر بس شو اسوي؟ ما فيها طريقه يمين ولا يسار وهذا اكو طريقه عندنا كجراحين شو سوي بعد؟ حاولت فيه ما قدر قال خلاص الناس جايين عزيمه وذبحنا ذبائع وما ادري قلت له زين وبعدين؟ كان يقول اخلص العرس وياك <applause> وفعلا قلت له زين اكو طريقه يسمونها بالانجليزي اسمها اشنر شرن هذه لما تكون في باخره ما عندك مستشفى ولا شيء يسمونها العلاج التحفظي انك تعطي كميات مضاد حيوي مضاد حيوي ومسكنات ومش عارف يعني ايه وتدعي ربك انه الامور يعني تأجل هذا الالم شوي وفعلا والله يا ام خالد راح قلت له تجيني انا أخبار يوم الجمعه قال لي اجيك اجيك راح الرجال وعقب ما ورد لي يوم الخير. الجمعه اعطيته الدواء وكل شيء وهذا رد ولا هو احسن اقول قلت له قلت لها شلون؟ قال حل. زين احسن تجاوز تشص... ايش صار بالعرس؟ كان الله يخرب لي العرس ما... لا تسالني <applause> عن العرس انا بروحي الحين حياتي أنا... <applause> دكتور بعدها بعد هذه اعتقد عملت مدير للخدمات الطبيه ايه آه. انتقلت للفروانيه ب 81 نعم زين خلصت 81 صح هي و... ال 84 اشتغلت اربع سنوات تقريبا بال وكان مستشفى الفروانيه حديث اي حديث إيه انفتح بهذاك الوقت كان مفتوح من الثمانين انفتح اي نعم هو على آه كان وقتها ب 84 كان وقتها دكتور عوضي الله يرحمه مع الدكتور كانوا يبي يبون آه... يكوتون المناصب من... الاداريه من الاداريه في المستشفيات المستشفى المستشفى نعم يعني. وفعلا اللي حصل ان كلمني الدكتور نايل استدعاني بالوزاره ومع الدكتور العوضي وقالوا نبيك حق ايش اسمه التراخيص الطبيه قلت له ما انا قاعد احضر وفعلا حضر قلت له قاعد احضر حق الدكتور مالتي إيه اللي هي الجزء الثاني من الزمان فما اقدر المهم لاحوا علي تدخل الدكتور محمد العياض صديق وعزيز صراحه الموضوع المهم اخذت التراخيص الطبيه قعدت فيها زين عقبها قعدت فيها ال 84 ال 85 ال 84 80. اخر ال 84 قال لازم تطلع تاخذ ماجستير اداره مستشفيات وصحه عامه علشان تاهلك انت عارف في مجال الاداره وفعلا طلعت ليدز في بريطانيا خلصت ورديت رديت اشتغلت ماجستير ثاني يعتبر ماجستير ماجستير اللي هي إيه اداره م. مستشفيات نعم. لانه كانوا يأهلون الاداره نعم و... والله كانت خطوه صحيحه الله يجزيهم خير صدقك يعني كان المهم فلما رديت قعدت 86 عقبها عاد رشح الدكتور العوضي ثلاثه او اربعه حق الشيخ سالم الله يرحمه م. لانه كان يبون دكتور كويتي في المستشفى العسكري يمسك العسكري نعم يمسك مو المستشفى يمسك الخدمات ككل اللي هو مدير عام وفعلا رحت وقابلت الشيخ يعني سالم وعقبها اختارني أنا ف عقب ما اختارني سووا انتداب لي هناك و وقتها كان المستشفى العسكري توه خالص كان مصممته ومنفذته شركه اعتقد فرنسيه فكان تقريبا خالص باقي تاثيثه فلما اجتمعت مع الشيخ سالم قال لي ترى عندنا المستشفى وكذا وكذا قلت له طال عمرك ما عليه بس انا لحد الان جاي صدق اني عندي تراخيصكم عرفت التراخيص اللي عندكم والاطباء اللي, اللي موجودين وهذا بس ما اعرف كنت بالضبط شنو رحت المستشفى قمت بزيارات احتكيت بالجماعة اللي هناك هذا كذا شفت رجعت عاد بتقرير فعلا تقرير اللي حطيته كان ماكو الا اطباء انا والدكتور يعقوب الله والدكتور عبد الرحمن نسيم ماكو كويتيين فسالت قالوا لما يجي كضابط يقل معاشه 300 دينار. اه عشان هالشكل زين. ف... بينما المفروض العكس يعني تشجيعا ل شي. انه ي... آه. مرفق جديد ومكان والله... جديد. والله يا ام خالد وهذا اللي حصل فبعدين بعدين سويت تقرير حق عقب ما تقريبا اسبوعين ثلاث سويت تقرير. اول شيء كان قلت له لازم نشكل لجنه الحين مشتركه بيننا بين الدفاع انا الحين صرت خلاص بالدفاع وبين وزاره الصحه علشان اعداد وتجهيز المستشفى العسكري زين بالمعدات الطبيه وما شابه ذلك لان كان المستشفى حلو ما ادري طبعا اكيد زرتيه اكيد كان يعني أه وبعدين علشان نسوي الفاريشن اوردر نغير لانه تعرفين كتصميم فرنسي بعض المرات ممكن ما يخلون حق النساء حق يعني الحاجات اللي, اللي يعني الحاجات نعم. الثانيه اللي اللي هي على اساس خاصه يعني. فقلت له لازم تاهيل وتر. الحاجه الثانيه قلت له نبي كوادر طبيه. كوادر طبيه لان الكوادر اللي موجوده ما هي كافيه. انت عارفه يمكن أنتِ عارف أن الجيش يختلف عن المستشفى أوكي. المستشفى أوكي. المدني الجيش يبي له تركيز على تخصصات معينة مم. جراحة عظام مم. حروق طب طيران طب أعماق مم. هذه الحاجات كانت هذه ناقصة فقلت له أول شيء أن نهله في كوادر على سجاي الحاجة المهمة قلت له لأ لازم اي مستشفى عسكري في اي بلد اذا ما فيه ابناء هم اللي موجودين صراحه ما ادري هذا شيء ثاني. ف الحاجه الرابعه صراحه وهو يعني الله يرحمه كان صاحب قرار قلت نبي النظام الالي في المستشفى العسكري. الكلام هذا احنا نتكلم عن 87 زين وكان في موضوع اخر قلت له اخرته شويه علشان ناخذ متفوقين الثانويه اللي تجلسهم على حساب وزاره الدفاع. فهذا اللي حصل في الوقت هذا شكلنا اللجان وكانت تقريبا حوالي 25 لجنة اللجنه الرئيسيه و25 لجان وخلصنا تاهيل المستشفى الحمد لله. جانا الشيخ سعد الله يرحمه بشهر 11 كزياره قبل افتتاحه. وسوينا معاه جوله فطبعا عقب ما شاف كل شيء وهذا قال هذا مو المستشفى العسكري هذا اسمه نسميه المستشفى القوات المسلحة وفعلاً على أساس أطلقنا على التنمية تسمية يو بسنة تسعين فبراير سبعة وعشرين تم افتتاحه من قبل الشيخ جابر الله يرحمه مع الملك حسين كان موجود هنا ف... وبعدين صار الغزو بعدين صار الغزو وبعدين صار طال عمرك الغزو واخذوا كله ما تركوا الا بس المستشفى قصدي الجهاز السي تي اللي هو المسبس م. الباقي كله عزيزي المشاهد نتوقف استراحة قصيرة ثم عودة لاستكمال الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور راشد محمد العميري استراحة قصيرة المشاهد عوده مره اخرى الى ضيفي الدكتور راشد محمد العمير. دكتور احنا كنا قد توقفنا عند فتره تجهيز المستشفى العسكري وجاء الغزو. نعم. في فترة الغزو طبعا ماذا حل بالمستشفى ذكرت أن انشالت كل المعدات إذا في هذه الفترة أين كنت وكيف اعدت تاهيل المستشفى العسكري للعمل مره اخرى. الفتره هذه كنت انا باجازه في البحرين لمده من 15/7 ولما صارت الاجتماعات وصارت وتازمت تازم الموضوع فقطعت اجازتي ورجعت لرئاسه الاركان كلمت الاخوان رئاسه الاركان شلون اهلي كانوا بذاك الوقت كلهم رايحين مصر جمهوريه مصر العربيه عقبها فقالوا ماكو شيء روح بس اترك تليفونك وفعلا طلعت يوم الاربعاء اللي هو واحد اغسطس وهناك قعد ثاني يوم على الخبر اللي هو مو زين هناك ابتدينا كاحنا عسكريين او بمواقع عسكريه فرحنا حق اللي كان العقيد عبد العزيز الخراز اللي هو ضابط ارتباطنا هناك. نعم. وابتدينا نشوف كنا نتصل على طول اول يوم الغزو بالرئاسه وبالطيران وبكل شيء فكانت في لحد الان مقاومات، المهم اخر النهار سكتت التليفونات سكت الاتصال وهذا اللي حصل بعدين انه كنت انا مع مجموعه شباب عسكريين تقريبا حوالي 300 كنا ذاك الوقت داخليه وحرس وطني وجيش. فقعدنا نحمس بعضنا بحيث انه لا طلعونا ما نبي نقعد بالقاهره لازم نروح للسعوديه او نروح لمكان ثاني جنب ديرتنا وهذا اللي حصل انه جاب لنا طي... قلنا له جيب لنا طياره العميد عبد العزيز الخراز وطلعنا ووصلنا للدمام ومن الدمام قعدنا ليلتين فندق القصيبي بعد كانت الاوضاع ما حد يعرف شو نسوي واتصلت في عقيد بن كان راكان بيسان الله كان امر قوه الحدود بعث لي جماعه انا كنت مع الدكتور زهير الحاج رسمي كان اللي هو مسك مكاني بعدين بالاداره بالاداره المهم ورحنا لاني كنت بذاك الوقت فيه قوه كانت من اللواء 15 الجنوبي اللي هو عرف 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 جان كانت من منسحبه للخفجي وفعلا وصلناهم بالليل قعدنا هناك أه ما كان عندهم اشياء كثيره، حاولنا ان نتصل بالسعوديين علشان نساعدهم في اي شيء ما نبي منهم شيء بس تعرفين كان وقتنا إن نسوي شيء ما قدرنا أه اللي حصل اني عرفت ان اللواء الشهيد كان منطقه الجيبو بالسعوديه اللي كان امره اللي هو سالم مسعود الله يرحمه كان هو امر اللواء هناك كان منسحب عقب ما اشتبك مع العراقيين راحوا لمنطقه الجيبو هناك بالسعوديه. ف آه... لما فقابلت واحد من الضباط كان جاي من لواء الشهيد كان علي الحربان ها قلت سالته عن لواء الشهيد قال لي ما عندهم اجهزه ما عندهم ادويه ما عندهم ما عندهم ما عندهم. فرحت انا والله ولد مع الدكتور زهير ورحت آه... الامير لمنطقه الخفجي وجزاه الله خير. وكل السعوديين صراحه ذاك الوقت جزاه الله ما 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 قصروا معنا واخذنا ادويه واخذنا مستلزمات طبيه وجاينا واحد كان من الجيش اسمه غثيث المطيري كان مر علينا بالسبوربن شحنا السبيربن اجهزه ومعدات وهذا توكلنا على الله الكلام هذا كان 8 8 اغسطس ورحنا للواء الشهيد لواء الشهيد هناك اعطيناهم الادويه والاجهزه وقعدت معهم قعدت مع اللواء الشهيد في الجبو من 9 آه 9 تسعة, ش... تسعة ستة ثمانية لحد يمكن خمسة وعشرين تسعة كانت فترة قوية صعبة أي صعبة بس والله بس اللي كان أذانا فيها صراحة العقارب كانت كلها متروسة عقارب وشهر ثمانية ان صكيت الخيمه مت من الحر وانفتحتها ترش الغبار وهذه يسمونها نقره الجبو نقره الجبو في الصحراء وبعدين في نزله تحت بحيث انك لحد نص كيلو ما تشوف شنو فيها فهم مختارينها من ناحيه استراتيجيه عسكريه واكلنا فيها هواء زين فاللي حاصل عندنا مجند كان معانا الدكتور فريد العطاونه على فكره الدكتور ولد علي العطاونه كان موجود دكتور جراح وكانوا من ضمنهم السريه الطبيه كانت موجوده ممرضين. أه كان معانا مجند ما شاء الله ضخم الجثه زين وانا طبعا مكشخيني مخ... انام على سرير الباجين ينامون على الارض زين بالسريه الطبيه. هذا ما شاء الله ايده ما شاء الله كنها يعني راهيه. الصبح لا قمنا والله والله مخالد والله إذا قمنا ولا حوالي ست سبع عقارب مذبوحين ما هو يقرصونه هو ويطقم وتعال شوف لا لا, لا. ف... وفعلا يعني عسى ما تروح تقوم تحرك وفعلا تعرضنا للقرصه هي تقصك تقعد نص ساعه وبعدين تروح يعني فخفاف خفى الدم خفيفين دم يعني. المهم فيها هناك دائما كنت انزل القاعده وناخذ معون و لوازم طبية من الـ من الرياض وارجع الـ 25 تسعة دشين القاعدة حطونا بركسات للقوة الكويتية وابتدينا نداوم الصبح وعصر وكانت صراحة محاور العمل كانت ان فتحنا السرية الطبية طلبنا اطبائنا من خلال ضباط الارتباط في الدول المختلفه زين ابتدينا نتواصل مع الامريكان في حكايه الاشتراطات الطبيه والمساعدات الطبيه وابتدينا وجولنا وابتدينا نطلب متطوعين جانا متطوعين صراحه ذاك الوقت مدنيين منهم الدكتور محمد الهيفي منهم الدكتور طارق سنان منهم الدكتور نايف الاحمد منهم الدكتور عياد عسكر من يعني شباب صد ص... بعضهم حتى طلب الطب احتقروا <تكلمة> آه رحت انا لمصر علشان نجيب الاطباء انا والممرضين اللي كانوا موجودين. ف آه واجتمعت معهم السفارة الكويتيه هذا كان الكلام هذا بشهر 11. ف وقعدت معهم تقريبا ساعه جاوبت على كل الأسئلة جو عقبها آه كان عندنا بعد التدريب للقوه الكويتيه على الحرب الكيماويه تعرفين كان وقتها كان يقط صواريخ وكنا على اساس انه في المجال هذا والحمد لله آه ما دكتور ما بعد يعني يعني عشان نختصر لان الوقت في من الحقيقه آه بعد ما يعني صار التحرير شنو كان المستشفى العسكري كيف جهزته؟ كان فيه حاجة للإسعافات لل... كان لواء التحرير على حسين العباد دكتور حسين العباد لواء الشهيد كان عليه الدكتور ضيف الله برمية آمر السرية ف... وكان تنقصنا إسعاف وصراحة أخذت يعني هو ممنوع التخطي بالعسكرية بس أنا تخطيت وكلمت الشيخ نواف الله يطول في عمره كان وزير الدفاع على ذاك وقلت له طال عمرك ترى أنا بيسعفات زين ضروري وفعلا الله يجزاك خير اي والله ايش تبي؟ قلت له ابي سيارات سبيربن ايش احطهم على اسعافات وفعلا امر العقيد رياض الصالح في الرياض وفعلا جهز جهز لنا سيارات شلناها جهزناها من تعارف الاسعافات الحمد لله وتوزعت على الالويه. بعد دخولنا كان المستشفى طبعا يعني ما أخ... وكانت اسلحه أسلحة, و... اسلحه وكانوا منزلين ال كانوا منزلين العراقيين ال... الاسره والعمليات بالسراديب عندنا سردابين احنا بالمستشفى العسكري وكانت طبعا كلها فجهزنا ابتدينا ان كان الكلام هذا الشيخ كان الشيخ نواف وجهزنا اللجنه وابتدينا تعرف مرة ثانية. يعني جهزنا المستشفى في حوالي 5 ملايين دينار. كان وقتها ورجعنا مرة ثانية، رجعنا اللجان 24 لجنة اشتغلت صيف يعني ليل والله كانوا معنا بنات كانت معنا سميرة المطوع شيخ المذن والخوات لهذولي الله يجزاهم خير فعلا جهزناه كان أول 9 كان خالص مم. أول 92. كان خلاص دكتور 92 رجعت لوزارة الصحة الى 94 الى يعني المستشفى الاميري. اوكي. هاي. ايه قبل لا ارجع طال عمرك كان كانت لي امنيه قبل لا اروح للدفاع. زين عموما انا ترى انا تركت وزارة الدفاع والحمد لله ان شاء الله ولا فخر كان عندي حوالي 10 اطباء. شوفي كان الدكتور حسين العباضي ضيف الله ابو رميه كلهم كانوا عسكريين دخلتهم نعم وكان لا في سلطان السلطان رياض عبد الرحيم خالد السمار هذول يعني اشتغلوا معاك في المستشفى العسكري هذول اللي, اللي جبناه انت, انت ما قلت لك ايه قلت لهم تعالوا ادخلوا كعسكريين وكان مع انه كان معاشهم اقل بس شنو انت عارفه قلت لهم تعالوا ست اشهر وانا بعتكم بعثات لما يروحون بعثات ياخذون اه معاش يعني معاشين معاش معاش لما رجعوا طبعا على دراسة الحاجة الثانية كانت أمنيتي في أني أخذ من الثانوية المتفوقين ونجلسهم على حساب وزارة الدفاع والحمد لله هاي ب 92 زين ف... وفعلا شكلنا اللجنة وأخذنا التوب مال الثانوية تقريبا تسعة هذه كانت امنيه حلوه عقب بعد قدمت استقالتي ورديت وزاره الصحه. رحت الأميري وبعدين انت اعتقد رحت الخدمات الاهليه في وزاره الصحه؟ إيه قعدت بالأميري إيه قعدت بالاميريه 92 93 94 رديت حق الخدمات الطبيه كان منطقه الإدارة. إدارة. ومنطقه الاحمدي الصحيه هذه هم اخذت لك جوله فيها وهذه هذه اي هذه 2003 بعد عقبها رحنا على الله دكتور يعني. الاحمدي عقبها عقب أجب منطقه الاحمدي أه رحت القطاع الخاص رديت 2008 رحت القطاع الخاص من 2003 ل 2005 ايه وانت لا زلت مرتبط بوزارة الصحة ولا كنت تقاعدت؟ لا تقاعدت تقاعدت لا كنت تقع. كنت لا كنت استقالة استقلت ام 2003 ايه ورحت القطاع الخاص مم. بعدين القطاع الخاص مشيت رجعت 2008 و... اه؟ ايه مدير للمكتب ايه. الفني, الفني و, و... مكتب وزير مكتب اداره مكتب الوزير أي. كان مم. ايام الدكتور هلال الساير اذكره أي. بالخير ايضا رحت لهيئه الاعاقه كنت انا لما كنت انا ماسك الـ عند بوزاره الصحه لما كنت مدير المكتب الفني مم. كان محمد, العفاسي دكتور محمد الفاسي الدكتور محمد العفاسي الله يرحمه كان على الشؤون كان وزير الشؤون فطلب طلبني كمنتدى من وزاره الصحه اني اجي امسك كان بس فيه المجلس الاعلى للمعاقين ما فيه أه أه الهيئه أه أه فمسكت اللجنه الرئيسيه الطبيه اللي ك اللي هي حوالي ستة او لجان كنت رئيسها اللي هي السمعيه والبصريه والذهنيه وانت عارفه أه بالاضافه أه شكلت بعد شكل هيئه طبيه عليا كنت انا رئيسها معاي الدكتور فؤاد العلي معاي الدكتور سالم البك... سام البكر سالم البكر معاي الدكتوره فريده الحرز مم. زين وكان الدكتور بعد خالد الجر الله فكانت اللجنه هذه شكلناها علشان تعمل نوع من الفحص والتدقيق على شهادات الاعاقه ذاك الوقت احنا وقفنا 600 ملف نعم 600 ملف وقفناهم لان كانت لازالت المساله قائمه يعني كانت في. الله قائمه <applause> الله الله يعطيها العافيه الدكتوره شفيقه اي والله, والله اي الله يعين الله أيوة يعين 2011 تقاعدت ايش قاعد تسوي انت يعني رجل طبيب عسكري اشتغلت في يعني قعدت هل انت الان مثلا اشتغلت اعتقد <applause> قطاع خاص أيه، 2011 تقرحت بس خمسة أشهر ما أدري شو أسوي في عمري إيه مو متعود على القعدة <applause> لا ما, ما, يعني من طلعت وأنا زين وشغل يعني مم. وأنا أحب الشغل يعني مم. ودائما وش شغلانة لان حتى بالخفراتنا كنا قبل بالامير والمستشفيات سبحان الله ونمسك الخفاره وصارت ايش كثر الحالات تجي سبحان الله المهم فالحمد لله المهم خمسة اشهر بعدين مع جماعه دكاتره كونا مركز الحمد لله ولا زلت متواصل الحمد لله الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور يعني حقيقه مسيره حافله بالنشاط بالعمل الحمد لله. الله يعطيك الصحه والعافيه ونسال الله لك التوفيق في ما انت تعمل فيه في هذا المجال واعتقد الانسانيه اينما تحل تضفي بنورها على الحياة أه، نحييك في هذا اللقاء شكرا لك لتواجدك معنا في هذا البرنامج عزيزي المشاهد في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور راشد محمد العميري شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء شكرا دكتور